بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ بالسكشن 3-5 اللي هو البارتكل ديفراكشن اللي هو حيود الجسيمات. في عندي أول شغلة بدنا نحكيها إنه في عام 1927 في عالم اسمه كلينتون دافيسون أند ليستر جيرمر، هذولا في الولايات المتحدة. وفي عندي كمان عالم آخر اسمه جي بي ثومسون، هاي موجود في إنجلترا. كلهم أكدوا اللي هو موجة دي بروي، حيث التجربة اللي عملوها هي الإلكترون بيم ديفراكشن. الإلكترون بيم ديفراكشن زي ما انتم شايفين على اليسار، في عندي إلكترون جن، في عندي جن بيطلق إلكترونات تسقط على هاي الإلكترونات، تسقط على كريستال. الكريستال هاي بتعملها اللي هو ديفراكشن زي ما شفتوا الإكس راي ديفراكشن، يعني زي كأنها بتنعكس عن هذا الكريستال. فالسكاترد بيم بتم، يعني خلينا نحكي عن طريق الكترون ديتكتر، بيتم رؤية هذه الالكترونات بعد ما يصير لها ديفراكشن. طيب فخلينا نحكي، هاي بأيد هذا الكلام اللي هو تصرف الالكترونات كتصرف خلينا نحكي الفوتونات، هذا بيدل على الطبيعة الموجية للالكترون. طيب في عندنا هذا، كانوا يعني هم ستادين ذا الكترونز سكاترينج فروم سوليد، طبعا زي ما حكينا لكم ذا انرجي اوف ذا الكترون، هسه طاقة الالكترون الحركية ان ذا برايمري بيم، في خلينا نحكي في البيم الاساسي الساقط اللي هو الانسيدنت بيم. بعندي ذا انجل ات ويتش ذي ريتش ذا تارجت، بيسقط على التارجت بانجل، اند ذا بوزيشن اوف ذا ديتكتر اللي هو الالكترون ديتكتر اللي هو اللي بيرصد الالكترونات. كل هاي الشغلات تم التاكد منها انه الالكترونات بيعمل سكاترنج. فالسكاترنج الكترون تكون في جميع الاتجاهات، وخلينا نحكي بتعتمد على الانتنسيتي اون ذا سكاترنج انجل، اند this on the energy تعتمد قليلا على ال energy of the primary electrons، يعني اكثر شيء بتعتمد على ال intensity اللي هو عدد الالكترونات في هذا البيم وليس طاقة الالكترونات. طيب خلينا يعني عشان نشوف بس ما هو فقط هذا كلام، يعني بيشرح عن التجربة نفسها، يعني انه شو صار في ظروف التجربة. بدنا المهم الريزلتس، ذا ريزلتس واز فيري ديفيكالتي واز فيري ديفرنت، يعني كانت نتائج مختلفة. طيب في عندي هسا حكيت لكم هاي الفقرة بتتحدث فقط عن ظروف التجربة نفسها. نيجي هون عندي تو كويشنز كام تو مايند ايميديتلي، نتج من هاي التجربة سؤالين، يعني هم لما في هذا العام اجروا هذه التجربة في عندي سؤالين طلع لهم في يعني في التجربة. What is the reason، ما هو السبب لهذه الظاهرة، يعني ما هو السبب لظاهرة اللي خلينا نحكي الالكترون سكاترينج. Why did it not appear until after the nickel target was baked، يعني لماذا ظهرت حتى انه طبعا التارجت اللي هي اللي كان يصطدم فيه الالكترون هي من مادة النيكل. طيب المادة صار لها يعني بيك، صار لها يعني زينا انخبزت. فخلينا نشوف تفسير لهذول الظاهرة اللي هي ظاهرة الدي بروي هايبوثيسيس اللي هي نظرية دي بروي، سجستد اقترحت انه الالكترون ويفز وير بينج ديفراكتد باي ذا تارجت، يعني انه الالكترون ويفز حكينا انه الويفز التي ترافق الالكترونات زي ما شفنا في واحد من الامثلة، حكينا انه في طول موجة دي بروي تقريبا في حدود البيكومتر، فهاي الويفز هي التي ترافق الالكترون. much as x-ray as diffracted، يعني زي ما حكيت لكم زي diffraction تبع x-ray اللي شفناها في الشابتر اللي قبله. the idea received، الفكرة اللي اتخذت. طبعا نيجي هنا when it was realized that the heating that heating a block of nickel at high temperature causes the many small individual crystals
of which it is normally composed to form into a single large crystal, all of whose atoms are arranged in regular lattice. يعني خلينا نحكي عملية تسخين التارجت أدت إنه كل الكريستالز صارت مرتبة in regular lattice، صارت regular lattice. لما صارت regular lattice صارت المسافات بين الطبقات متساوية. يعني خلينا نحكي أول ما بدأ بالنيكل كانت الذرات مش مرتبة بترتيب بلوري منتظم، بعد ما صار لها هاي تمبرتشر يعني زي انخبزت، زي ما قلنا لما انخبزت اللي هي التارجت تبع النيكل صار عندي هاي الظاهرة نشأت. قبل هيك ما كانت نشأة لأنه كانت التشتت عشوائي في جميع الاتجاهات. لذلك let us see whether we can verify De Broglie waves are responsible of Davison and Germer finding. طيب هسا نيجي على المعطيات اللي كانت في التجربة. في عندي بيم كان اللي هو يمتلك اللي هو الكترونات طاقتها 54 الكترون فولت، was directed perpendicularly عموديا at nickel target and charge maximum in the electron distribution occur. يعني كان اللي هو اقصى توزيع للالكترونات حدث عند زاوية 50 درجة with the original beam. يعني لاحظوا في الشكل اللي على اليمين اقصى، خلينا نحكي لانه احنا حاطين الكترون ديتكتر، لاحظوا الزاوية نازلة عامودين على على هذا النيكل سنجل كريستال اوف نيكل، ان انعكست خلينا نحكي او سكترت تشتتت بزاوية 50%. هذا طبعا الماكسيمم، لاحظوا انه هنا في عندي كيرف، يعني في تشتت على زاوية 30، خلينا نحكي في على 40، في على مش 90، لا ما في على 90، في عندنا عدة زوايا بس كان الماكسيمم يعني اقصى تشتت حدث عند زاوية 50 زي ما انتم لاحظين هذا الكيرف اللي لونه زهري اقصى زاوية. طيب the angles of incidence and scattering relative to the family of Bragg's shown in the figure 3-8 both 65 درجة زي ما راح نشوف هسه اللي هو الفيجر اللي بعده. هسه لو نيجي نحسب زاوية خلينا نحكي الزاوية اللي سقطت the angles of the incidence and the scattering relative to the family of Bragg's shown in figure 3-8 are both 65 درجة. يعني خلينا نحكي زي ما انتم ملاحظين انه لو نيجي لاحظوا كيف شكل براغز اللي هو خطوط اللي هي الخطوط هاي اللي موجودة عندي في الرسمة هاي اللي خلنا اظللها مثلا هاي الرسمة اللي هون عندي الخطوط، لو نيجي نحسب الزاوية اللي بتصنعها طبعا ما بين الزاوية هي عبارة عن 50 + 90 درجة فهي عبارة عن 130 درجة. 50 + الزاوية هسا خلينا نحكي هاي الزاوية 50 بيتبقى عندي من 180 درجة 180 - 50 اللي هي 130 درجة تنقسم الى قسمين لانه زاوية السقوط مثلا تساوي زاوية التشتت، فبيكون عندي الزاوية اللي بيصنعها مع براغز اللي هو اللي هي براغز بلينز اللي هي الزاوية بين البراغز بلينز هي عبارة عن 65 درجة. طيب لانه خلينا نحكي الزاوية بين الشعاع الساقط وبراغز اللي هي الخطوط المائلة اللي في الرسمة هي عبارة عن 65 درجة، والزاوية بين الشعاع المنعكس اللي هو على زاوية 50 من الشعاع الساقط الأصلي بس لما نيجي نحسبه بالنسبة لزاوية براغ كمان بيطلع 65 درجة. فهنا أجت ال 65 لأنه لاحظوا هاي البارالل بلينز اللي موجودة في الرسمة مائلة فهي عامودية، لا هي خلينا نحكي تصنع زاوية اللي هي مع اللي هي خطوط اللي هي الإلكترون بيم 65 درجة والشعاع المتشتت برضه بيصنع معها 65 درجة. إذا ثيتا عندي اللي هي زاوية السقوط والتشتت هي 65 درجة. فعندي the spacing between the planes in the في هذا كريستال النيكل هاي اللي planes مع يعني معطاة معنا التباعد ما بين هاي الطبقات اللي هي 91 بالألف نانومتر. فإذا بدنا نطبق براغز إكويشن لأنه براغز إكويشن تبعت اللي هي سواء للإكس راي ديفراكشن أو اللي هي الالكترون ديفراكشن نفس القاعدة اللي هي ان لامدا اللي هي ان في الطول الموجي
يساوي 2 دي ساين ثيتا. هون طبعا المجهول هو الطول الموجي، بدي اعرف انا الطول الموجي، فاحنا بنطبق دي 91 بالالف، ثيتا 65 درجة، ان اللي هي الماكسيمم انتنسيتي تحدث عند ان بتساوي 1، ذا دي بروي ويف لينث طلعناها من هاي القاعدة، لامدا بتساوي 2 دي ساين ثيتا، بيطلع معاي 165 بالمية نانومتر. فهاي هي طول موجة دي بروي. هسا بدي اوجدها عن طريق اللي هي علاقة دي بروي، هاي طبعا عن طريق التجربة من خلال تجربة دافيسون وكيرمر. طيب من خلال اللي هو قانون اللي هو لامدا بتساوي ثابت بلانك على لامدا في ام في في، تو فايند ذا اكسبكتد ويف لينك، طبعا الكاينتيك انرجي 54 الكترون فولت سو سمول، ما نقدرش نستخدم الريلاتيفيتي، فبنعتبر انه الجاما بتساوي 1. فاذا اللي هي خلينا نحكي الام سي سكوير للالكترون بيساوي 51% ميجا الكترون فولت اللي هي طاقته السكونية اللي هي الريست انرجي. فعندي الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع، بنستخدم طبعا النظرية الكلاسيكية لانه حكيت لكم النسبية هون بهاي، لانه السرعة قليلة جدا او طاقته الحركية، لان نلاحظ احنا قاعدين بنقارن الكاينتيك انرجي 54 الكترون فولت مع 51% ميجا الكترون فولت، يعني هاي تقريبا 10,000 مرة اكبر من الطاقة الحركية. اذا راح نوجد اللي هو اللي هي من الكاينتيك انرجي، بدي اوجد المومنتم، المومنتم اللي هو ام في في بيساوي الجذر التربيعي ل 2 ام في الكاينتيك انرجي، طبعا بنستخدم كتلة الالكترون، هاي طبعا علاقة كلاسيكية، هاي ام في في مأخوذة من الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير، بعدين بنربع خلينا نحكي نضرب الطرفين بام، وبعدين نستخرج انه الام في في بتساوي جذر التربيع ل 2 ام في الكاينتيك انرجي، فساوي 2 في كتلة الالكترون 9.1 في 10 قوة ناقص 31 في 54 بنحولها الالكترون فولت اللي هي 1.6 في 10 قوة ناقص 19، يطلع معنا اللي هي المومنتم لهذا الالكترون بيساوي 4 في 10 قوة ناقص 24 بوحدة المومنتم المعهودة اللي هي كيلو جرام متر لكل سكند. فبيطلع عندي ان لامدا اللي هو الطول الموجي ثابت بلانك على الام في اللي طلعناها، بيطلع عندي الجواب 1.66 في 10 قوة ناقص 10، وبيساوي نفس القيمة اللي طلعناها من خلال التجربة اللي هي 0.166 نانو متر. اذا هون بنستنتج بما انه صار عندي الكترون ديفراكشن من خلال ذرات الكريستال المرتبة ترتيب بلوري معين، فبنستنتج عندي انه يوجد هناك امواج ترافق الالكترون وهي امواج دي بروي اللي اقترحها دي بروي. فعندنا عند حصولنا على هذا الرقم اللي هو 0.166 نانو متر اللي هو الطول الموجي اللي حسبناه من خلال علاقة دي بروي المعروفة عندي، ومن خلال التجربة طلع معاي لامدا بيساوي اللي هي 0.165 اللي هي تقريبا هذول الرقمين متشابهين. فاحنا بنستنتج من وين هاي الموجة اللي طلعت عندي اللي هي طول موجة دي بروي. فلاحظ عندي انه هذا agree well with the observed wavelength اللي هي 0، فاذا هاي اللي طلعت في التجربة مساوية لما اقترحه اللي هو دي بروي. فهذا خلينا نحكي ما يتعلق في هذا السكشن، نشوف بعض الامثلة او لا ما فيش عندنا مثال لانه خلص هاي بس، هاي يعني سكشن 3-5 هو فقط لإثبات وجود موجة دي بروي اللي هي عن طريق حيود الإلكترونات من خلال الكريستال. في عندي علاقة ثانية اللي هي particle in a box اللي هي سكشن 3-6 particle in a box، why the energy of a trapped particle is quantized، لماذا الطاقة مكممة عندما يكون الجسيم محبوس داخل بوكس. هسا عندي the wave nature of moving particle leads to some remarkable consequences، إذا ال particle restricted محصور في مساحة معينة instead of being able to move freely، يعني الجسم المحصور غير عن الجسم الفري، فإذا كان الجسم محصور في منطقة معينة من الفراغ، the simplest case is that the particle bounce back and forth between the walls of the box، يعني إنه الجسيم راح يظلوا يصدم بين حيطان اللي هو هذا البارتيكل المحصور. ومننا نشوف خلينا نحكي ماذا يحدث له وماذا تحدث للطاقة اللي موجودة.
بدنا نفرض ان الوولز اوف ا بوكس ار انفينيتلي هارد، يعني انه جدران هذا البوكس هارد بحيث انه الجسم لا يستطيع ان يخرج، او اول شيء لا يستطيع ان يخرج من هذه الحيطان، ثاني شغله دو نوت لوز انرجي، يعني من نفرض انه التصادم مرن 100% ولا يفقد طاقة each time he strike the ball، يعني الطاقة عادة لما جسم يصطدم جسم آخر تفقد عن طريق الاحتكاك، فنفرض أن الجسم أملس والطاقة والجدران ملساء، فعند حدوث الاصطدام لا يفقد الجسم من طاقته، ولا لو فقد من طاقته بيظل يضرب بين الحيطان آخر شيء بيفقد الطاقة الحركية كلها وبيستقر في قاع هذا البوكس، فإحنا بدنا نفرض أنه لا يتم فقدان الطاقة. و its velocity is small so that we can ignore the relativistic consideration. من نفرض انه كمان ال velocity small بحيث لا يفقد من كمان لا نضطر نستخدم النظريات النسبية. طيب احنا بنقول لحد قديش انه الجسم يكون small، يعني لو كانت سرعة الجسم 3 × 10^7 هذا محسوب small، يعني 3 × 10^7 بيساوي 1/10 سرعة الضوء، ولما نربع هذه السرعة، لأنه دائما كل خلينا نحكي الحسابات النسبية هي بتربيع في على سي، فبصير عندي 1%، 1% محسوب كمان كمية قليلة. طيب this model situation requires طبعا حتى نحلل خلينا نحكي لكي نحصل على الطاقة، في عندي طبعا إشي راح نستخدمه في chapter 5، فإحنا بهمنا لحد الان من هذا الشابتر خلينا نحكي من نحسب بالحسابات اللي عندي. From a wave point of view the particle trap in a box is like standing waves in a single stretch between box walls. بدنا نفترض انه خلينا نحكي الامواج التي يمتلكها هذا خلينا نحكي الجسم داخل البوكس هي عبارة عن امواج اللي standing waves، اللي امواج واقفة، اللي خلينا نحكي بتكون بداية الموجة على حيطان، خلينا نحكي حيطان هذا البوكس، وبتكون بالنص الموجات تحدث، ولكن هذه الموجات واقفة ولا تنتشر، أي لا تتحرك، عشان هيك سميناها ستاندينج ويفز، يعني كأنك ماسك طرفين سلك كبير وقاعدين الشخصين اللي واقفين على الأطراف بيعملوا أمواج، بس هم واقفين والأمواج واقفة لا تتحرك. طيب عندي طبعا هي عبارة عن transverse displacement of the string زي ما وصفنا احنا، اللي هي الويف فانكشن اللي هي بساي، must be هاي الويف فانكشن لازم تكون زيرو، يعني ما الها اي امبليتيود، على وين؟ على الوولز، يعني يجب ان تكون هذه البساي بتساوي زيرو، لانه الموجة لازم تبدأ من الزيرو على الوولز، since the wave stop there، لانه تتوقف الموجة. The possible Debreu wavelength of the particle in the box is determined with the اللي هو the width of the box اللي هو L. عشان هيك بنقول انه the longest wavelength اطول طول موجة ممكن نحصل عليه، the longest wavelength ممكن نحصل عليه اطول طول موجة لديبروي بتكون عندما تكون لامدا بتساوي 2L. خلينا نشوف هاي الحالة اللي هي الحالة اللي موجودة على اليسار بالأسفل، هاي اللي هي لامدا 1، لاحظوا هاي لامدا 1، لاحظوا الخيط هون بيكون زيرو عند بداية الحيط وبتكون زيرو، هاي طبعا نص موجة، يعني نص موجة بتساوي L، إذا الموجة كلها شو بتساوي؟ 2L. بعدين اللي بتيجي بعديها بالطول، يعني هاي the longest wavelength is لما لامدا بتساوي 2L، والشكل لاحظوا إنه اللامدا زيرو عند الأطراف، عند الأطراف بتكون الامبليتيود زيرو. هسا بنيجي على لامدا 2، لامدا 2 بنعمل موجة كاملة، يعني زيرو عند الاطراف بس في عندي موجة كاملة، يعني عندي قمة وقاع، لاحظوا هاي اللي تحتيها فقط قمة، هاي قمة وقاع، الشكل اللي بعده اللي هو لامدا 3 قمة قاع قمة، لاحظوا كلهم بحافظن انه عند الاطراف ترجع الموجة للزيرو. اذا ذا نيكست ون عندما لامدا بتساوي ال، اللي بعديها شو بتكون؟ لامدا تساوي 2L على 3، لانه لاحظوا هون هاي موجة نص، يعني 3/2 لامدا بتساوي L، اذا لامدا شو بتساوي؟ 2/3L، وهكذا. اذا بنقدر نكتب قاعدة لهاي الموجات اللي بتتكون داخل البوكس، نقدر نكتب القاعدة انه لامدا N، لاحظوا هاي بتساوي 2L على N، فلاحظوا عندما N بتساوي 1 بتصير 2N 2L على 1 بتساوي 2L، اللي هي اول وحدة لامدا بتساوي 2L،
الثاني لامدا 2 تساوي 2L على 2، 2 على 2 بيختصروا، نكون عندي هاي اللي هي الموج الثاني لامدا بتساوي L. الثالثة 2L على 3 نكون عندي هاي 2L على 3 وهكذا. هسا بنيجي عندي بدي احسب اللي هي طبعا من خلال موج دي بروي انه ام في في اللي هي المومنتم بتساوي اتش على لامدا، هاي ذا ريستريكشن اون دي بروي. هسا احنا فرضنا افتراض اللي هو ريستريكشن على هاي الموجات اللي داخل البوكس اللي هي لامدا، زي ما حكيت لكم نطبق انه لامدا شو بتساوي هون، نعوض في المقام مكان لامدا بنعوض 2L على N. طيب بس في النهاية يعني هو لأنه هنا طلع هون ما بدنا نحسب اللي هو الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير. فلاحظوا ضربنا عشان احنا معنا الام في، احنا الكمية اللي معنا هي عبارة عن ام في، فمن نحول الكاينتيك انرجي لام في اللي هي بنضرب خلينا نحكي نضرب البسط في والمقام في ام، بصير عندي ام في سكوير على 2m. لاحظوا 2 هاي جاية من النص اللي هون. لاحظوا هسا اللي قبل شوي حليت لكم اياها كانت عبارة، لاحظتوا هون انه ما هي العلاقة بين المومنتم والكاينتيك انرجي، هون ام في سكوير على 2m بتساوي الكاينتيك انرجي. اذا الام في سكوير شو بتساوي؟ 2m اللي هي في المقام مضروبة في الكاينتيك انرجي. اذا الام في شو بتساوي؟ الجذر التربيعي ل 2m في الكاينتيك انرجي، هاي اللي استخدمناها قبل شوي في السكشن السابق. فهون لا بدنا نوجد احنا الكاينتيك انرجي، فالكاينتيك انرجي بتساوي الام في سكوير على 2m، عوضنا مكان الام في سكوير اللي هي اتش على لامدا مكان الام في، وبس بدنا نربحهم بصير اتش تربيع على لامدا تربيع، وهون عندي في المقام 2m فبصير عندي اتش تربيع على 2m لامدا تربيع. وبدنا نعوض هسه على اللامدا ان اللي هي اللامدا ان هاي اللي هون في المعادلة السابقة اللي هي على مكان اللامدا تربيع، لأنه زي ما حكيت لكم الطاقة صارت مكممة، فمنعوض هنا لاحظ اللي بعدها منعوض هنا. إذا كانت انرجي بتساوي اتش تربيع على 2m منعوض لامدا تربيع، اللامدا تربيع منعوض عنها 2l على n تربيع، فبصير عندي 2 تربيع وهون 2 بصير عندي 8، وعندي L تربيع والN هاي تطلع لفوق تربيع، فبصير عندي العلاقة النهائية طبعا بعد ما عوضنا مكان لامدا اللي هاي العلاقة النهائية طاقة اللي هي البارتيكل ان بوكس. اذا ان شو بتساوي؟ N تربيع في H تربيع اللي ثابت بلانك على 8ML تربيع، حيث N. اذا each permit energy is called the energy level، كل طاقة من هاي الطاقات لما تكون N بتساوي 1، 2، 3 الى اخره، هاي بنسميها اللي هي الانرجي ليفل. وهذا الان بنسميه ايش؟ الكوانتم نمبر، حيث ان بنسميه الكوانتم نمبر. اذا ان صار الانتجر هذا سميناه الكوانتم نمبر، والاي ان سميناه الانرجي ليفل. طبعا هون خلينا نحكي بنقدر من خلال الطاقه المحصوره طاقه اللي هذا اللي هو البارتيكل بوكس اللي محصور في داخل هذا الصندوق، نقدر نطلع بثلاث خلينا نحكي استنتاجات. طبعا هذا الحكي بنقدر نحكي انه مش فقط انه بنطبقه if the region does not have a well defined boundary، يعني مش شرط تكون في حيطان زي البارتيكل بوكس. في عندي for instance the atomic electron have captive by the attraction of the positively charge nucleus، يعني انه الالكترون بيكون محصور في اللي هي اللي البوزيتيفلي تشارج النواة الموجبة اللي هي بتعمل له اتراكشن، بيكون محصور فيها. فهذا برضه مش محصور داخل حيط، بس محصور بواسطة القوة الكهرباء الجاذبية بواسطة النواة، فالالكترون بيكون محصور. طيب ناخذ الثلاث استنتاجات من البارتيكل ان بوكس. A trapped particle جسم محصور cannot have an arbitrary energy، ما بنقدر نحصل على اي طاقة بدنا اياها as a free particle can، بخلاف ال particle اللي free. The fact of its confinement يعني انحصاره داخل اللي خلينا نحكي داخل هذا البوكس، ادى اللي خلينا نحكي انه ال wave function تبعيته allows the particle to have specific energy and no others، يعني خلانا فقط نحصل على هاي الطاقات اللي موجودة في معادلة 3.18. طيب طبعا تعتمد على الماس
تعتمد أولا على الماس، وتعتمد على خلينا نحكي الجيومتري اللي هو للمكان المحصور فيه. اثنين، اتراب بارتيكل كانت هاف زيرو انرجي. لاحظوا انه ما في عندي زيرو انرجي، يعني ما بقدر البارتيكل هذا محصور يكون عنده زيرو انرجي، لانه خلينا نحكي سينس ذا دي بروي لينث اوف بارتيكل بتساوي اتش على ام في في، معناته اذا كان زيرو انرجي يعني ساكن، اذا كانت خلينا نحكي في بتساوي زيرو، اذا معناته هذا انه طول موجة دي بروي بيساوي ما لا نهايه، وهذا الحكي ما في عندي انه زيرو، ما يعني ما في عندي انه طول موجة دي بروي بيساوي ما لا نهايه. فاذا so the particle must have at least some kinetic energy. طبعا المعلومة الثالثة، because بلانك constant is so small، بما انه ثابت بلانك مقدار صغير جدا بالوحدات الدولية اللي هو 6.63 في 10 اقوى ناقص 34، quantization of energy خلينا نحكي بتكون ملحوظة فقط اذا كانت ايش، اذا كانت ام و ال اللي هي so small، يعني فقط عندما تكون لانه ايش بتزداد الطاقة، اذا كانت ام و ال صغيرات جدا اللي هو المكان اللي محصور فيه صغير والكتلة صغيرة، اللي هو هذا بنطبق على مين، على الالكترونات، كتلة صغيرة جدا اللي هي بمقدار 9.1 في 10 اقوى ناقص 31، والال اللي هو المكان المحصور فيه اللي هو الذرة اللي هي 10 اقوى ناقص 11، فكله يعني صغير صغير في صغير. فلما نكون عندنا الثابت بلانك لما نربعه، لما نربعه بيكون مثلا بحدود اللي هو 10 قوة ناقص 68، فحتى تكون عندي الطاقة ملحوظة لازم يكون عندي الال الام والال صغيرات جدا. طيب ناخذ هذا المثال زي ما راح نوضح لكم هسه. الكترون موجود في بوكس، يعني حطينا هذا الالكترون في البوكس، البوكس حدوده اللي هو 1 بالعشرة نانومتر، which is the order of the magnitude of the atomic dimension. Find the permitted energy، أوجد الطاقات المسموحة لهذا الإلكترون. نطبق مباشرة على القاعدة اللي هي N تربيع في H ثابت بلانك تربيع على 8 في كتلة الإلكترون في اللي هي مربع اللي هي L، زي ما هسه شرحت لكم إنه M و L صغار، هاي حكيت لكم هذا اللي هو الحكي قبل شوي. طيب فاذا طبقنا ان تربيع في هذا ثابت بلانك على هاي المعطيات كلها، طلع معاي 6 في 10 قوة ناقص 18 ان تربيع في جول. خلينا نحولها للالكترون فولت، بنقسم على ايش، على 1.6 في 10 قوة ناقص 19، بطلع عندي 38 ان تربيع الكترون فولت. المينيمم انرجي قديش بتساوي لما ان بتساوي 1؟ ذا مينيمم انرجي لما ان بتساوي 1، 1 تربيع اللي هي 38، ف 38 الكترون فولت. الطاقة اللي بعد هذا sequence of the levels continues with E2 لما نعوض N تربيع اللي هي 2 تربيع 4 بساوي 152 إلكترون فولت، ثم 342 إلكترون فولت، ثم 608 E4، وهكذا بنطبق حسب القاعدة اللي موجودة عندي. طيب نيجي عندي هسه بدنا نعمل مقارنة انه لما يكون الجسم كبير يعني شو اللي بيحدث بهاي الطاقات المحصورة في البوكس. 10 جرام ماربل يعني زي انه كرة صغيرة سمن ماربل وزن 10 جرام محصورة في بوكس 10 سنتيمتر. خلينا نحسب مستويات الطاقة. EN نفس القاعدة، N تربيع في ثابت بلانك تربيع على 8 في كتلة الكرة هاي اللي 10 قوة ناقص 2 في 1 في 10 قوة ناقص 1 اللي هي 10 سنتي تربيع، بطلع عندي 5.5 في 10 قوة ناقص 64 جول على مش في N تربيع. فلاحظوا انه هذا كله مقادير صغيرة جدا، فلذلك تستخدم فقط الطاقة في الأحجام الصغيرة والأطوال الصغيرة. طيب هذا خلصنا هذا المثال، المرة القادمة 3.7 و3.8 نأخذ مع بعض إن شاء الله.